أحدث الأخبار من يو تي في، حياكم الله. نبدأ من فضيحة تريليونات هيئة الضرائب، حيث طالب البنك المركزي العراقي المصارف المجازة كافة بتزويده بكشف حساب حول 5 شركات و12 فردا. وبحسب كتاب صادر عن قسم مراقبة المصارف التجارية يحمل صفة سري وعاجل، طلب البنك المركزي معلومات متعلقة بعدد من الحسابات المصرفية العائدة لشركات وأفراد ومقدار الأرصدة المتوافرة فيها بعملتي الدينار والدولار وخلال 3 أيام خلال 3 أيام عمل من تاريخ الوثيقة. كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابي علاء الحيدري عن فتح ملفات فساد كبيرة تطول أغلب أعضاء حكومة تصريف الأعمال، فضلا عن وزراء سابقين، مطالبا القضاء بمنع سفرهم إلى حين اكتمال التحقيقات. ملفات كبيرة في وزارة المالية ووزارة النفط ووزارة النقل، واعتقد انه سيكون هنالك، يعني طالبنا القضاء او المحكمة الاتحادية او الادعاء العام بانه منع سفر المسؤولين في والمستشارين والقيادات الأمنية، بعض من القيادات الأمنية ومدراء المكاتب الوزراء وكذلك الوزراء. سنستمر بفتح الملفات في الحكومات السابقة وحكومة تصريف الأعمال التي شابه الفساد حقيقي في كل مفاصلها، فبالتالي إنه أعتقد كثير وأغلب وزارات حكومة الكاظمي شابه الفساد. تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مما وصفه مساعي تشكيل مجاميع عسكرية خاصة، مشيرا إلى أنها تخرق الشرع والقانون وتهدد أمن المواطن. الصدر وفي تدوينة نقلها عنه وزيره صالح محمد العراقي دعا إلى الإبلاغ عن هذه المجاميع ومقاطعتها وعدم الانخراط فيها، مؤكدا أنها ليست من أفعال وطريقة التيار الصدري في التعامل حتى مع الفاسدين. سياسيا، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون أسعد البازوني اكتمال الكابينة الوزارية قبل جلسة السبت، مؤكدا تريث مرشح رئاسة الحكومة محمد الشياع السوداني في اختيار الوزراء. يعمل على إتمام كابينته الوزارية، لكن في الحقيقة يحتاج إلى وقت كبير لإتمام الحكومة بشكل كامل. إن شاء الله سوف تتحقق جلسة يوم السبت، وستكون بادرة خير وانطلاقة لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن أعتقد لن تكون كافية، هذا الوقت لن يكون كافيا لإكمال الكابينة الوزارية بشكل كامل، فلذلك يحتاج إلى أن يكون يعمل بتركيز أكثر ويختار شخصيات كفوءة مهنية أكاديمية شفافية في الاختيار ونزيهة جدا، فهذا يحتاج إلى وقت لا أكثر، وإنما لا توجد هناك مشاكل. عندما نقول نحتاج إلى وقت لإنهاء العمل بشكل كافي، العجلة في اختيار الوزراء للكابينات الوزارية قد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، لذلك هو الرجل يتجنب هكذا أمور. أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة انطلاق أول رحلة خارجية من مطار كركوك إلى المدينة المنورة. الهيئة وفي بيان أكدت بدء تفويج نحو 140 معتمرا إلى المدينة المنورة، مشيرة إلى أن دخول مطار كركوك الدولي للخدمة سيسهم في تسهيل عملية تفويج المعتمرين والحجاج إلى الديار المقدسة ويخفف من عبء أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترغب بتعزيز التعاون مع العراق في الفترة القادمة. أردوغان وفي برقية تهنئة بعثها إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة تسنمه منصبه، أكد رغبة تركيا في تطوير علاقاتها مع العراق تستند إلى أواصر تاريخية وعلاقات جوار ودية على أساس الاحترام المتبادل في المواضيع الحساسة والمصالح المشتركة بين أنقرة وبغداد. إلى اللقاء.